السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم الحلقه الثالثه من محاكي اليوتيوبر او محاكي الستريمر. شكرا لكم على الدعم صراحه، في كومنتات مره فادتني، فراح نطبق كومنتاتكم في هذه الحلقه باذن الله، وراح نستمر بدعمكم. فلا تكسرون بالدعم، لايك اشتراك قناه الثانيه حقت رياكس تحت، الله يسعدكم. خلونا نبدا في الحلقه الثالثه بسم الله. نخش على التخزينه حقتنا قديمه، كم تخزينه اخر مره زوي 2 او بلاي ستيشن 2. اوكي بسم الله، الحلقه الثالثه نبدا الحين ونسوي اول شيء. شوفوا شكرا لكومنتاتكم، الاغلب يقول تاجر بالبيتكوين. انا بدخل هنا الكمبيوتر، اوكي ليش انا ادخل الكمبيوتر لما شغلته؟ اوكي خلونا نشغل الكمبيوتر بسم الله. الاغلب يقول لازم تسجل او تسوي بثوث ورا بعض. ندخل على OBS نحط ستريم كي ونبدا بسم الله. طيب الطاقه عندي 94. في ناس يقولون يمديك تلعب العاب، انا ما ادري شلون العب العاب صراحه، لكن خلينا نكتب نحط جيم، واتوقع اني اقدر اشتري. ندخل على الابس نشوف هل في العاب ولا لا. نحمل ستيم، اوكي في سبوتيفاي، في ستريم لاب، والله اشياء جميله صراحه. خلينا نحمل ذول الاشياء، انه ما معنا فلوس زي ما قلت لكم. تحمل وبعدها نروح نسوي الشيء اللي الله يحوجنا له ان شاء الله باذن الله، اللي هو دور اشياء في الزباله عشان نبيعها عشان نكسب فيها، حتى لو بشيء بسيط. وحتى في ناس يقولون لا تسوي، لا تحاول انك ترفع السعر. اذا جاك واحد بيشتري لا تجي تقول له بهذا السعر بهذا السعر، اذا اعطاك سعر على طول بيعه، لان اذا اعطيت سعر اكثر من اللي طالبه مو بشاري، بينسحب عليك، فصعب انك تبيع بعدين. فبنبيع باي سعر يطلع لنا. فبسم الله خلونا الحين نشوف. اوكي هذا وصل 500، حلو خلصنا تحميل كل شيء. الحين جهز عندنا ستيم، ندخل ستيم. اوه والله الالعاب غاليه. فول جانج، هذا ايش فول جايز كاونتر ستريكا، واللاعب جوعان الله يستر. طيب ستريم لاب هنا نحط 3 2 4. اتوقع ستريم لاب افضل من العادي. دونيشن كمز ات ويل بي ابير هير. اوكي نسوي تيست. اوكي طلعنا الدونيشن. اوه اتوقع ان نفتحه مع او بي اس. يب اتوقع نفتح مع او بي اس. طيب انه ما عندنا العاب فحاليا بنسوي جوست شاتنج، ولاعبنا جوعان اشغلنا. اوكي فبسم الله خلونا نسوي شغلتنا اللي الله اللي يحجنا لها ان شاء الله. طيب ما في ولا شيء، فحرفيا الطفره. هل يمدينا نبيع اشياء؟ وش نبيع المشكله؟ هذه لو ابيعها خلنا ناخذها معنا في الباك نبيعها. هل نبيعها على زمازور؟ اوكي معنا 16 دولار، فهنا يقول لك اوكي هنا 100 دولار ما ادري وش. فان ماشين كانت بريث ستارت اجريمنت، نقدم على وظيفه. طلع لي صوت اللي هل بيج والله ما ادري يقول في 4 ايام راح نرد لك خبر وراح نشوف هل نقبلك او لا. خلونا الحين نطلب اكل، نرجع هنا. خذينا هذه المره اللي راحت، واربع نجوم الكوكي ما يتشبع مره. في هذه الاشياء ديليشز ميل ب 2 دولار، 2 دولار. فايش رايكم ننوع؟ طيب خلينا ناخذ هذه وناخذ الدونات هذه وناخذ هذه. كم حسابنا الحين؟ شوف الكارت 7.5 دولار. بسم الله كومبليت بيمنت، وننتظر الى ما يجي اللي هو اللي يوصل الطلبات هذا. اوكي طيب هل يمدينا نعطيها نومه ولا نسوي بث؟ انا ودي اكل قبل ما يصير قبل ما اسوي البث، لان الوضع جوع بيقعد يشغلنا في البث طول الوقت، وبيكون الانرجي عندي على طول يضعف بسرعه. اتوقع ان لها دخل، اتوقع انا بحطها يعني من باب انه صدق انا ما اقدر ابث بدون. اوكي لكن انا ما اقدر ابث بدون ما اكل، لازم اكل. ممكن تحط شوي. اوكي ناخذ الاول، ناخذ الثاني، وناخذ الثالث. طيب هذا ناكل على طول. بس زاد كذا والله قهر. اوكي خلينا ناكل على طول، ما زاد شيء. اوكي والله مره يزود شيء قليل، يعني لو اني ما اخذ ابو 10 دولار كان افضل لي. طيب ناكل. اوكي صار طاقتنا 60، ويقول اروح الحمام مد بكرامه، يعني خليه يخلص شغله ونبدا بث. بيقعد يشغلنا بعد شوي. خلونا نسكر الباب الحين ونبدا بث بسم الله. اوكي يا رب انه يجينا دونيشن هذه الاشياء يا رب، لان اتوقع انه بيضبط ام الاشياء اللي عندنا. شوفوا الانرجي عندي 100، بتريت كم قال؟ ريكومندد بتريت 700. هل يمديني؟ اوه بدينا بسم الله بسم الله. الاشخاص اللي يتابعون 6. اوكي اباوت تشيب سانت كولا، هذا وش وضعه؟ يقول زو. ايش اللي زو؟ there are people who say your conversation is boring. يقول لك انك تطفش. trying changing the subject. لا 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 يقول تبغى تعصب عليهم ولا ايش؟ ما نبغى نعصب ولا شيء، نحاول نغير موضوع. بسم الله. اوكي كان دونيشن، كان دونيشن. سبسكرايب. اوكي 21 مشاهد يلبيه. نرجع لو بس نتصفح الانترنت. change the subject. talk about cats. talk about shit. وجانا شيء ثاني. وش جانا؟ دونيشن 18 دولار 18 دولار يلبيه. والله شكرا والله.
يا لبيك. اوكي عنده 22 مشاهد. يا لبيك يا شيخ. There are people in the chat who write without using their brain. اوكي يقول ما يستخدم مخهم هم ده. Explain to them. Ignore them. Explain to them. لازم نشرح لهم ان ترى لازم تكتبون في الشات شيء تستخدم مخك وانت تكتب، يعني مو بتكتب شيء ما تدري وشو. كان دونيشن. يا دونيشن سبسكرايب. Change topic. تغير عنوان. Don't do anything. Let's talk fun things. تكلم اشياء عنوان اشياء تونس يعني. فخلونا نشوف ايش جانا في ستريم لاب. دولارين وفاصلة اربعة. يا لبيه جانا اشياء حلوة يا اخي. شكرا والله. There is someone who says he can never be a stream. I think he's right. Does not concern. اوكي يقول في واحد يقول ما ظنتي بيوم الايام تصير ستريمر كبير. ما طق له خبر. وجانا دونيشن بعد $3. والله شكرا 30 مشاهد. يا ربي هذا بيخلونا ناكل شوي ويخلونا نعيش زي ما نبغى. والله شكرا. Someone realized that are you sleepless ان نعسان. I was sleep to watch. I was sleepless for you. يقول اني ما نمت زين عشان ابث لكم. الله هذا انا، هذا انا دائما اعاني. اوكي someone says do you know where you live. لا 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 والله الفاظ بذيئه اعوذ بالله. ذا والله شوف شوف كم دونيشن. don't do anything. let's اوكي خلنا نتكلم اشياء تونس شوي. عندنا 40 مشاهد والدونيشن ما يوقف. شوف كيف سبسكرايب سبسكرايب شكرا والله. طيب خلونا نطلب انا معنا. خلونا نطلب هذا الشيء. اوكي ولا ما يمدينا. اوكي خلنا نطلبه. complete payment. someone praise you. thank you. thank you ما ادري وش بس thank you هذه ما ادري ايش معناها صراحه. ما ابغى اتفلسف فيها. جانا دونيشن. the stream is look very near. don't forget to use. اوكي كيف في ناس يقولون اذا جاك هكر ضغط على الازرار واحفظها. اوكي خلينا نشوف الازرار. جي بي سي ام. جي بي سي ام. هاكت بلوكت. يس يس يا شيخ الحمد لله. طيب اقدر افتح الباب ولا خلينا نشوف لو بس وقف ستريم. انرجي طاقه صفر. ثلاثة مو بصفر. فحلو الحمد لله طلعنا بشيء رهيب والله شيء رهيب. اوكي خلونا نشوف الحين الاكل. ناخذ الاكل لان الجوع عندنا على وشك. فخلونا نحطه فوق الطاوله. صراحه اللعب ممتع والله والله ممتع. اوكي خلونا ليش اتفلسف انا باكل اهلها الحين. اوكي حاليا ما معنا فلوس. ما معنا اكل. ما معنا فلوس. ف نشوف كيف نحول الفلوس اللي معنا. اتوقع من تطبيق. طيب خلينا نستخدم جوال. خلينا نستخدم جوال ما نبغى نتفلسف. خلينا نستخدم جوال. طيب وشلون احول الفلوس الى الشيء هذا ما ادري. في سدوس. اوكي اوكي يقول انا واثق مره بتروش. خله يتروش وبعدها نعطيها نومه باذن الله. انا ما ادري كيف اسدد الفاتوره حقت الكهرباء وذا الاشياء لكن نشوف. خلينا نعطيها نومه الحين. بسم الله الحين انتقلنا اليوم اللي بعده وبعد شوي راح نبذ. اقسم بالله شيء جميل. الدونيشنات ما وقفت. الاشياء هذه ما وقفت الحمد لله. فبسم الله خش هنا ونروح على الموقع وكيف نشوف الحين المبالغ اللي فيه. هل في باي بال يعني زي الحقيقه ولا لا؟ وش الموقع طيب اللي يكون. طيب هذا بلندر اتوقع انه هو الخاص في البث المباشر. فهل ناخذ منه الفلوس ولا لا؟ لان لازم نضبط الوضع شوي لان الطفره طفره طفره بشكل مو طبيعي. يعني ما شرينا اشياء كثير. لوجن بسم الله. اوكي يقول توتال فولورز عندي 45 فولو 12 سبسكرايبر. بلندر 60 واشياء حلوه هنا. طيب يقول كيف تغير السبسكرايب ايكون. ناخذ هذه مثلا. اوه يمديني اطلع اعلان وانا جوا البث. حلو نخلي الموقع يشتغل. اجل نخلي الموقع يشتغل. نسوي كذا ونروح عند. لازم الحين نعرف وش الطريقه اللي نجيب فيها فلوس. يعني كيف ناخذ المبالغ هذه. خلينا نشوف النت. اتوقع ان لو زدت النت وزودت القطع حقت الجهاز زي كذا لان مثل ما تعرفون امازون جنبي فيمديني اشتري قطع جهاز. لكن نشوف اول شيء النت وما ما ادراك من النت. اوكي هذه يقول ابلود 1 ميجا $10. هذا اللي عندي 2 ميجا وابلود 1 ميجا فلازم نزيد السرعه. اوكي $30 تيربو. يقول تقوي السرعه النت او تقوي النت لمده يوم واحد يزود 5 ميجا زياده فوق 2 ميجا ويزود ابلود 3 يصير 4 فيكون افضل من الدايموند. يعني ديسبلاي سو كولد وش اسوي. طيب وش الحل مع هذه الاشياء اذا قال حر اذا قال برد. صدق اني ما اعرف. اوه هذه البيتكوين تكلمون عنها. هذه البيتكوين فلازم نشتري بيتكوين. اوكي المبلغ يا ساتر البيتكوين قاعد يرتفع فلازم نشتريه. زاد ان المبلغ اللي معي $3 بس يعني حتى اكل ما معنا. عرفنا الحين ان اكستشينج هذا هو الموقع حق العملات فيمدينا نضبط العملات من هذا الشيء. اوكي هذا يقول حق اعلانات. اوه كان عندنا رساله. خلينا نشوف الرساله وش هي.
يا رب انه شيء حلو للقناه في تويتش، قناه البثوث قصدي يعني. ترى عندي قناه في تويتش صدق يعني، تابعوني الرابط تحت للي مهتم. بليندر ثانك يو فور ابلاينج بليندر بارتنشيب بروجرام او سبورت تيم از ريفيوينج. اوكي اوكي، يقول يبارك يومين عشان تشوف عشان رد لك يعني نقول لك ايه او لا. في هذا الموقع جوبز او جوب كينج، انا كنت رايح على الثاني. اوكي بدا يجوع اللاعب وانا ما معي فلوس. جي والله جي. اوكي عرفنا الحين. اوكي خلينا نشتغل في حق البيتزا، والله خلينا نشتغل. جيت وورك كان تشيز يور جوب رايت ناو كارنت جوب بيتزا. طيب 3 اورز بيفور ذا جوب جوينت. اوكي جتنا رساله على الجوال، خلينا نشوف الرساله على الجوال. اتوقع ان قبلوني كوظيفه او قبلوني في وظيفه يور بيتزا جوب ويل ستارت. يقول الساعه 2 راح تبدا. اوكي اوكي اوكي، الحين كم الساعه؟ 14 يعني بكره. ما في اي شيء، ما ادري متى يحطون هذه الاشياء اللي هنا عشان نروح نبيع. لازم نعرف هذا الشيء، ان ما استخدمنا اي بنزين وكذا عشان ما نخسر بنزين وما معنا فلوس اصلا ندفع فيه. يشت ايد. اوكي مفروض ان داخلين الوظيفه من زمان تصدقون يعني. 33 دولار والله حلوه صراحه، بضبطك من ناحيه اكل وهذه الاشياء. والاكل اصلا تحتاج في اليوم تاكل مرتين يمكن. رجال هكر رجال هكر رجال هكر، عرفني. كان شو الحروف بي اف زد ال، بي اف زد ال، ايزي ايزي هاك بلوك. خلاص اوه عندنا قناه يوتيوب هنا بعد، بس كيف نبداها؟ كيف نصور؟ ما ادري. خلونا ندخل OBS ستارت ستريمينج. ما في ستارت. اوه لو سوينا سيف ستريم اوكي بيخلي هذا بتريت يصير 1300. طب خلينا نخلي 1300 عشان نرفع على اليوتيوب ونرجع عندنا 89، لكن اللاعب جوعان ما معنا فلوس. فتصدقون في طريقه بتخليني اطفر شوي اللي هو نسكت الجوع، بس ما ادري اسويها الحين. تخلي الجوع تقريبا 25، تخلينا يعني نسوي بث وبعدها نعطيها نومه كذا وننهي او نروح للوظيفه بكره. هذه عطتنا تقريبا 25 او 26 فنشتريها لحالها كومبليت بيمنت معنا الدولار فاصلة واحد. جي جي والله والله جي جي حرفيا الطفره حرفيا. خلينا ننتظر لين يجي المطعم وبعدها نرجع. وصل المطعم بسم الله. اعطانا 18 بس، والله 18 مش بطاله. خلونا نبدا بث الحين بسم الله. دخلوا بيس نحط ستارت ستريمينج طبعا على 1300 بتريت راح يكون يمكن البي سي يعلق او شيء. بسم الله بدينا الحين بث وراح يجينا تعليقات. وات لانجويج داز ذا سبيك فيكس ذس دروب. اوكي في دروبات. دونيت ريسيفد ستريم لاب ذير تشوز سي ذا ستريم ار سلو. والله العظيم ما ادري انا ما فتحت ستريم لاب. اوكي خلي كذا عشان نقرا الاشياء هذه. دروب 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 دروب، والله شو اسوي يعني؟ يمكن عشان 1300 بتريت، اوكي حتى البتريت نزل الى 1000، تقريبا التعليقات نفسها من ناحيه انك تختار هنا يمين ولا يسار، واهم شيء ان حافظين الستريم عشان يمدينا نرفع اليوتيوب، اتوقع انه يمدينا نرفع اليوتيوب، كلهم يقولون دروب 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 دروب، لو ننقص البتريت نخليه، اوكي، اعطانا دونيشن واحد، خلينا نخلي البتريت 700، بليز فيكس ذيس دروب. والله 22 واحد مش بطال صراحة. فيري سوري فور ذات، لا تناقش ابدا وتقول انك انت الغلطان ولا شيء. كل شيء انا غلط، انا اسف. يقول انت اغرب ستريمر قد شفته في حياتي. ليه يا اخي؟ دونت واتش ذيس ستريم جايز. ليش؟ ارت از بورينج توك اباوت بيوتيفول بيكتشرز. خلينا نتكلم عن الصور الجميلة. والله العظيم انرجي شوفوا كيف طفى اللاعب حقي. يوم تكلمنا زاد 5 فيورز لو تلاحظون. فباد ستريم. People want your opinion. Your opinion. Say. Okay. قلت كلام عن شيء تحبه. والله في دونيشنات الحمد لله، في سبسكرايب، في أغراض كذا. إيه صح. نسينا. Talk about beautiful. Okay okay. خلنا نفتح الحين الموقع ونروح على. Speak from the future. Speak from the past. لا the past. نتكلم عن الماضي. بليندر اتوقع الحين يمدينا نطلع إعلانات عشان نكسب فلوس أكثر. عندنا 56 فيور. حلو. والله حلو مرة. Okay. داشبورد نقول رأينا الحقيقي في هذه الأشياء ونعطيهم شوية آد أوكي طلعنا لهم آد. والله طلعنا أي في أشياء حلوة هنا دونيشنات الحمد لله. طلعنا لهم إعلان أتوقع أنه بنكسب منه أتوقع. ما اتفقنا ما اتفقنا. انتهى البث نرجع 4 يجي أصلا عادي. توتال فيورز عندنا أو توتال فولورز 73 فولور، عدد سبسكرايب 21، والله شيء جميل. يقول اكسبكتد ايرننجز اللي هو اللي طلعته المتوقع اللي طلعته 47 دولار، ترى حلوه مره، تكفي يومين ان شاء الله. افريج لايف فيور يقول المعدل المشاهدات عندك على البث الواحد معدل يعني متوسط
يكون 15. لو ننتظر لين ما يخلص الاد دوريشن ذا. اوكي خلصنا الاعلان والحين 47.7 حلوه مره الحمد لله. لكن بيكام بارتنر للحين ما رد علينا. يا ليت تكتبوا لي في الكومنتات كيف اقدر استفيد من هذا الشيء. اوكي والله الوقت متاخر جدا. طيب خلونا نطلع من الجهاز، خلينا نطفي الكمبيوتر لان نسينا نطفيه وقاعد يصرف كهرب. نعطيها نومة بسم الله. جوعان مرة. وصلتنا رسالة، نشوف الرسالة في الجوال. يقول وظيفة الساعة 2، فراح نروح له قبل 2. خلينا نشوف هذا الشيء. اوكي نفتح جوجل ماب، نروح على هذا الشيء ونروح على البيتزا. اوكي شغل سيارة يا مدير. بسم الله. طبعا راح نشوف الوظيفة، راح نطلع بعدها وننهي المقطع. جوع 1000، لكن ان شاء الله الامور طيبة. ان شاء الله يعطونا بيتزا مجانا شيء، لان ما انا فلوس ابدا. لازم نكسب 33 دولار لازم. والله اللاعب قصير. اها قبعنا واحد بس ننحاش من الفضيله والله. اوكي هذا شو وضعه؟ اوي ايش فيه؟ لا تقول لي صار وانا شكلي تعديت لفه. لا 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 في لفه حلوه. لاعب جدا جوعان وصارت رساله. اوكي والله سواقه يا عيال جدا، ما ادري شلون جايه. اوكي خلينا ننزل. طيب شوف الساعة كم الحين. اوكي الساعة 14 نكون جاهزين. اوكي خلونا نقعد هنا نشوف بعدها وش الوضع. اتوقع حان الوقت. بدينا توصيل بيتزا. اوه 66 دولار الحمد لله. والله حلوة مرة، والله حلوة مرة. نروح البيت نحول فلوس الى كريدت، نشتري اكل. ضغط وضعنا. انا احس اني عاكس طريق بس اوكي. والله ادري اني كبير هنجري، اقسم بالله اني ادري. بس ايش اسوي بعد؟ شوف سواقة، اعوذ بالله متقاطعين. لاني ما قويت. فوضى اقسم بالله فوضى. واحد بيقبعني بعد شوي ادري. ايش اللي يضربوني؟ فوضى فوضى. خش هنا عادي، بعدين نطلع الشارع بدون ما ننظر يمين. خش عليهم زي سواقتهم. في لفه يمين بعد شوي. يب يب فيه الحمد لله. طيب نرجع البيت وناكل. ايش الشرطه؟ شرطه قدامك حادث وتلف عليه وتزحف وتفحط. ايش فيه؟ سلامات. خش على الدوش هنا. والله حلقة سوينا فيها اشياء كثير صراحة، ثلاث بثوث شيء جميل. وبدينا وظيفة الحمد لله. هدي 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 هدي. ايه صدمني صدمني والله العظيم. ذا مشكلة. هدي 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 هدي. لو صدمت واحد يطلع لي دية ولا جد والله. هل يطلع اني اوكي الشرطة يمسكوني شيء زي كذا ولا؟ اوكي طيب حاليا معنا فلوس فنرفع الجوال. لا اطلع من الماب. وصلتني رسالتين. الرساله الثانيه وش هي؟ طيب في رسائل ثانيه. يا افتنيو اوكي عندنا فاتوره. خلونا نفتح الجوال نروح على البنك على طول ونحول فلوس وناكل وبعدها ننهي اليوم. تو بثينا الحمد لله وكل شيء. الجوع مليون فنروح على البنك. اوكي سند اول ذا ماني تو كريدت كارد وبعدها نفتح الجهاز. ندخل على الجهاز ويا رب ما يهكرنا الهاكر هذا. 114 دولار الحمد لله. بدينا نضبط الوضع شويتين. لازم نجمع فلوس مره كثير عشان نشتري بيتكوين. في ناس يقولون لا تشتري بيتكوين كثير لانها تسبب جلتشات ما ادري ايش. ف اذا تاكدوا لي هذا الشيء، هل هي تسبب جلتشات للي يلعبوا اللعبه او لا؟ نتلذذ بالاختيارات. طيب ان جربنا الاكل هذا، خلنا ناخذ شيء كذا في دسم. هذا اتوقع انه كذا شكله لذيذ. ف ديليشز ميل ديليشز ميل ناتشوز ونابي، ما ادري ايش النابي هذا، لكن سوي كومبليت بيمنت معنا فلوس. اوكي الحين اقل 100 دولار لكن عادي. طفي البي سي وبعدها بيجي الاكل بعد شوي وناكل. نعطيها نومه كذا ونشوف الوظيفه بكره ايش وضعها. هل نكمل بكره وظيفه ولا لا؟ ما ادري صراحه. ولا نضطر ان كل شوي نقدم على البيتزا. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات، لازم اقرا كومنتاتكم انا كلها. فعلموني هل الوظيفه خلاص كل يوم كذا ولا اضطر اني لازم اقدم وظيفه كل شوي او لازم اقدم على البيتزا كل شوي مو فول تايم جوب ولازم نطلب اكل زياده. عموما راح نعطيها نوم الحين. اتوقع انه مو بتايم تو سليب بس نومه الراحه، نومه اللي مخباتك او جيبك فيه فلوس شويه يعني. فيعطيكم العافيه على المشاهده. صراحه الحلقه هذه كانت جدا رهيبه، سوينا فيها اشياء كثير. وشكرا على كومنتاتكم اللي خلتني استمر في السلسله. ابغى اشوف دعمكم على هذه الحلقه، نبغى نشوف دعم رهيب وباذن الله ما نوقف السلسله ابدا ونستمر فيها. فيعطيكم العافيه على كل شيء. نشوفكم على خير. سلام.